قام الأب فوساريلي الرئيس العام الجديد لرهبنة الإخوة الأصاغر بالدخول الرسمي إلى مدينة بيت لحم، حاملاً معه شعلة الإيمان للقديس فرانسيس الأسيزي وبشائر الأمل والرجاء في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها المنطقة. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوي. في احتفال رسمي وحافل استقبلت مدينة بيت لحم وعلى أنغام فرقة كشافة تيرسانتا وكشافة مار يوسف قدس الأب ماسيمو فوزاريلي الرئيس العام في العالم لرهبنة الإخوة الأصاغر لفرانسيسكان، بحضور الكهنة والرهبان والراهبات ومحافظ المدينة اللواء كامل حميد ورئيس البلدية الأستاذ أنطون سلمان وعدد كبير من السلطات الدينية والمدنية وطلاب مدرسة تيرسانتا ومدرسة مار يوسف والهيئة التدريسية وعدد كبير من المؤمنين. وعند وصول الأب فوزاريلي بلاط كنيسة المهد كان باستقباله حارس الأراضي المقدسة الأب فرانشيسكو باتون وعدد من الكهنة من مختلف الرعاية عند الدخول الرسمي لكنيسة سانتا كاترينا، حيث أقيمت الصلاة وسط حضور حافل ومميز، صلاة وإضاءة الشموع وترتيل استكملت بمسيرة للذهاب إلى مغارة الميلاد حيث تلي قراءة من الإنجيل المقدس وسط لحظات من الخشوع المؤثرة والتمجيد لقدسية المغارة مغارة الميلاد. ومن ثم توجه الجميع إلى مغارة قتل الأطفال لاستكمال الصلاة هناك بأجواء من الخشوع برفقة الرهبان الفرنسيسكان. وإحنا كرهبان فرنسيسكان حراس للأرض المقدسة شيء كتير بيسعدنا زيارة الرئيس العام لنا، لأنها هو الأخ الأكبر والخادم العام لنا جميعا، فوجوده في وسطنا بركة كبيرة، وهو جاي يطمن على إخوة الرهبان وجاي كمان يزور الأرض المقدسة وكمان ياخد بركة هذه الأرض المقدسة. وعادت المسيرة أدراجها على مذابح كنيسة سانتا كاترينا لأخذ البركة النهائية بأصوات وترتيل صدحت بالكنيسة من قبل الكهنة. من جهته عبر الأب فوزاريلي من خلال كلمته عن فرحته بوجوده في هذا المكان المقدس وحفاوة الاستقبال ولوجود الأطفال والمؤمنين في بيت لحم، فهذه الأرض مقدسة، وقال بأن مدينة بيت لحم برغم ما مر عليها من ظروف صعبة إلا أنها تبقى بفعل الصلاة والإيمان مدينة السلام والمحبة. للنورسات مارلين الحدوى من مهد المسيح له المجد بيت لحم.